هذا الفيديو سوف نواصل حديثنا عن الاحتمال، وسوف نحاول أن نحل بعض الأمثلة التي ستعزز الفهم لديك. على أي حال، دعونا نحل سؤال أصعب قليلا مما فعلناه سابقا. لقد تعاملنا مع قطعة نقد منتظمة، دعونا نتعامل مع قطعة نقد غير منتظمة. لنقول أن لدي قطعة نقد، في الواقع بدلا من العملة غير المنتظمة لنجعلها كرة سلة. لنقول أنني سأطلق رميات حرة، والنسبة المئوية لهذه الرميات الحرة لدي 80%، إذن النسبة 80%. إذن عندما أطلق الرمية الحرة 8 من أصل 10 مرات أو 80% في المرة التي سأصيبها، لكن هذا يقول أيضا أن 20% في المرة سوف أفقدها بالنظر إلى هذا. إذا أخذت، لا أعرف، لنفرض 5 رميات حرة، ما هو احتمال أن أصيب على الأقل 3 من ال5 رميات الحرة؟ ما هو احتمال هذا؟ حسنا، دعونا نفكر بهذه الطريقة. ما هو احتمال أي من هذه التوافيق المحددة لإصابة 3 من أصل 5؟ إذا ماذا أقصد بذلك؟ اسمحوا لي اختيار توافيق محددة. دعونا نقول هذه إصابة، 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 ثم فقد، فقد، بحيث سأكون أصبت 3 من أصل 5. ربما ستكون، لا أعرف، ربما إصابة، فقد، إصابة، فقد، إصابة، وهناك مجموعة منهم، وفي الواقع سنحاول معرفة كل منهم هناك. لكن ما هو احتمال هذه التوافيق المحددة؟ إذن لدي فرصة 80% لعمل هذه الإصابة الأولى، ضرب 80%، هذا هو الضرب هنا، ضرب 80%. ومن ثم ما هو احتمال الفقد لدي؟ هذا 20%، إذا ضرب 2 بالعشرة، هكذا، هذا يساوي 8 أعشار للقوة الثالثة، ضرب 2 في 10 تربيع، إذا ضرب 2 بالعشرة تربيع. ما هو احتمال الحصول على هذه التوافيق بالضبط؟ حسنا، هذه 8 بالعشرة ضرب، ثم لدي فقد، هناك فرصة 20% من ذلك، إذا ضرب 2 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة، ضرب 2 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة، صحيح. يمكننا إعادة ترتيب هذا، لأنه عندما تضرب الأعداد لا يهم ترتيبهم لتضربهم معا، حيث أن هذا نفس الشيء، مثل 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة، وهذا أيضا نفس الشيء، مثل 8 بالعشرة للقوة الثالثة ضرب 2 بالعشرة تربيع. إذن احتمال الحصول، حسنا، لنوضح قليلا، احتمال الحصول على أي توافيق محددة ل3 إصابات وفقد 2 سيكون 8 بالعشرة للقوة 3 ضرب 2 بالعشرة تربيع. الآن ما هو الاحتمال الكلي للحصول على 3 من أصل 5؟ حسنا، سيكون مجموع كل هذه التوافيق، كما تعلم يمكنني إدراجهم كلهم، لكني أتمنى أنكم تجيدون التباديل والتوافيق بما فيه الكفاية لمعرفة كم عدد الطرق المختلفة. إذا كان لدينا خمس ضربات واخترنا 3 منهم لتكون تلك هي الضربات الصائبة، إذن ماذا أقصد؟ دعونا نقول هذه الضربات الخمسة لدي، كما تعلم لدي الضربة 1، 2، 3، 4، و5، هذه هي الضربات من أصل هذه الخمسة، سوف أختار 3. مرة أخرى لنركز، أريد الاحتمال، وسوف أختار 3 من هذه الضربات لتكون تلك هي الضربات الصائبة. إذن أساسا من أصل 5 سوف أختار 3، من أصل 5 سوف أختار 3، إذن نكتب 5 فوق 3، وماذا يساوي هذا؟ هذا يساوي مضروب 5 تقسيم مضروب 3 ضرب مضروب 5 ناقص 3، وهذا يساوي مضروب 2،
هذا يساوي 5 ضرب 4 ضرب 3 ضرب 2 ضرب 1 تقسيم 3 ضرب 2 ضرب 1 ضرب 2 ضرب 1. يمكننا تجاهل الواحد، نحصل على 3 ضرب 2 ضرب 1، وهنا 3 ضرب 2 ضرب 1 يمكننا إلغاءها مع بعضها. هذا الواحد يمكننا تجاهله، ومن ثم هذا 2، ومن ثم هذه تتحول إلى 2. إذن هناك 10 توافيق ممكنة، هؤلاء 2 منهم. كما تعرف، إصابة إصابة إصابة، فقد فقد، وهذه إصابة فقد إصابة فقد إصابة. كما تعرف، هذا تدريب جيد بالنسبة لك لتدرج الثمانية الأخريات، لكن فقط باستخدام معامل ذو الحدين. وأتمنى أن لديك فكرة عن سبب عمل ذلك، كما أنني سأكون سعيدة لعمل المزيد من الفيديوهات إذا كنت تشعر بأنك بحاجة إلى شرح أكثر عن هذا. لنعود إذن، هناك 10 توافيق أساسا، احتمال الحصول بالضبط على 3 من أصل 5 إصابات. إذا كان لدي إطلاق الرمية الحرة 80%، سوف تكون، دعوني أغير اللون، احتمال 3 من أصل 5 إصابات. احتمال 3 من أصل 5 إصابات ستكون مساوية لاحتمال كل من هذه التوافيق، والتي هي 8 بالعشرة للقوة 3، 8 بالعشرة للقوة 3 ضرب 2 بالعشرة تربيع، حيث أنني أصبت 3 وفقدت 2، ومن ثم ضرب العدد الكلي للتوافيق. كل من هذه لديها نفس الاحتمال، وبعد ذلك هناك 10 ترتيبات مختلفة والتي يمكنني القيام بها. هناك 10 طرق مختلفة للحصول على 3 إصابات وفقد 2، إذا ضرب 10. الآن ماذا يساوي هذا؟ دعوني أحضر آلتي الحاسبة المتواضعة هنا. حسنا، دعونا نرى ماذا يساوي هذا. هذا 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة ضرب 2 بالعشرة ضرب 10 يساوي 20.48%. إذن أساساً فرصة 20.48% لأحصل بالضبط على 3 من أصل 5 تكون إصابات. الآن دعونا نعمل شيء أكثر أهمية قليلاً. لنقول أنني لا أريد هذا الاحتمال 3 من أصل 5، وهذا هو في الواقع الشيء الذي من المحتمل أن الأشخاص أكثر عرضة للسؤال عنه. ما هو احتمال الحصول على الأقل على 3، على الأقل على 3 إصابات؟ إذن على الأقل 3 إصابات. حسناً، إذا فكرت بهذا، هذا الاحتمال مساوي لاحتمال الحصول على 3 من أصل 5 إصابات زائد احتمال الحصول بالضبط على 4 من 5 إصابات زائد احتمال الحصول بالضبط على 5 من 5 إصابات. بالفعل لقد حسبنا واحد منهم، هذه 20.48%. إذا ما هو احتمال الحصول على 4 من أصل 5 إصابات؟ حسنا، مرة أخرى، إذا أردنا بالضبط 4 من أصل 5 إصابات، على سبيل المثال يمكن أن يكون، لا أعرف، ربما فقد، إصابة، 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 إصابة. ما هو احتمال أي واحدة من هذه التوافيق حيث أقوم ب4 إصابات؟ حسناً، ستكون 8 بالعشرة للقوة 4 ضرب 2 بالعشرة. كما تعلم، لدي فرصة 20% لهذا الفقد، ومن الممكن أن تكون إصابة فقد إصابة إصابة إصابة. هذا أيضاً بالضبط 4، لكن عندما تضربهم معاً فإن احتمال الحصول على أي واحدة من هذه التوافيق الخاصة يساوي بالضبط هذا، 8 بالعشرة للقوة 4 ضرب 2 بالعشرة. هكذا، كم عدد الطرق التي تمكنني من اختيار 4 منهم لتكون تلك التي أقوم بها؟ ما هو الاحتمال؟ هذا سوف يكون 8 بالعشرة للقوة 4 ضرب 2 بالعشرة. إذن
ضرب 2 بالعشرة من أصل 5 إصابات، سوف أختار 4 التي سوف أقوم بها، لذلك هذا هو عدد التوافيق حيث أحصل على 4 من 5. ماذا عن 5 فوق 4 يساوي مضروب 5 تقسيم مضروب 4 ضرب مضروب 1؟ حسنا، هذا يساوي فقط 5. يمكنك عمل هذا في الخارج، دعونا فقط نحسب هذا. هذه ستكون 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة، هؤلاء 3 ضرب 8 بالعشرة يساوي، هل فعلت هذا صحيح؟ دعونا نرى. إذن 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة، نعم هذا صحيح، ضرب 2 بالعشرة ضرب 5. إذن ضرب 5 يساوي 40.96%. إذن هذا القسم يساوي 40.96%. إذن تقريبا فرصة 41% لأن أحصل بالضبط على 4 من أصل 5 إصابات، والتي هي مثيرة للأهمية لأنها نوع من نسبة الرميات الحرة لدي، حتى أنها تقريبا أقل قليلا من ذلك. والآن ما هو احتمال الحصول على 5 من أصل 5؟ حسنا، هناك فقط طريقة واحدة للحصول على 5 من أصل 5، عليك أن تحصل على كل 5 منهم، لذلك هذا هو 8 بالعشرة للقوة 5. إذن دعوني أعيد الآلة الحاسبة ثانية. إذن هذه 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة ضرب 8 بالعشرة يساوي 0.3276. إذا 32.77% طلقة، ومن ثم يمكننا إضافة كل منهم معا لأننا نريد احتمال على الأقل 3. إذا ستكون هكذا، احتمال الحصول على 5 من أصل 5 زائد احتمال الحصول على 4 من أصل 5، والذي هو 0.4096، زائد احتمال الحصول على 3 من أصل 5، والتي هي 0.2048، وهذا كله يساوي 0.94208. إذا الفرصة حوالي 94.21% تقريبا، الذي يجعل الأمر واضح أن لدي 80% النسبة المئوية للرميات الحرة في أي طلقة واحدة. لدي احتمال كبير جدا للحصول على الأقل على 3 من أصل 5 عندما أذهب إلى خط الرميات الحرة. على أي حال، نفذ الوقت. سوف أراكم في الفيديو التالي. إلى اللقاء.